أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج يو مايك. يو مايك لهذا الأسبوع يتحدث عن أزمة الكهرباء في محافظة النجف وعدد من محافظات العراق. سنعرف من المواطنين عن هذا الملف وأيضا ما الذي ينتظرونه مع حلول فصل الصيف من خلال تواجدنا في إحدى مراكز التسوق وأيضا مع الزملاء من كركوك والمثنى. اولا نريد نعرف يعني شلون وضع الكهرباء بمنطقتك. والله وضع الكهرباء عموما بالنجف بالمنطقه بالعراق تقريبا متشابه، في منطقتنا تقريبا ساعات التجهيز 10 ساعات 12 ساعه 14 ساعه حسب يعني درجات الحراره ارتفاع وانخفاض. نتامل خير بتحسن وقع الكهرباء خصوصا في فصل هذا الصيف، وذلك بناء على يعني تصريحات الرسميه من وزاره الكهرباء المتحدث الرسمي، دائما ما تكون هناك تصريحات بزياده الساعات التشغيليه، تحسينات في محطات الوقود، في محطات الكهرباء عفوا، ادخال محطات جديده، تحسين في وضع الغاز. نتامل خير بهذا الملف ان يكون هذا الصيف افضل من الصيف السابق بناء على معطيات رسميه ومعطيات ميدانيه. يعني تتاملون انه تكون الوعود التي تطلقها الوزاره او الحكومه هي وعود ربما قابله للتنفيذ وممكن ان تنفذ في هذا الصيف؟ تعرف ملف الكهرباء مو ملف يختص فقط في وزاره الكهرباء، هناك جهات سانده، وزارات سانده، الملف يعني على مستوى حتى الحكومه، رئاسه الحكومه، يعني امور سياسيه، امور دبلوماسيه مع الدول الجوار، مساله الغاز، مساله النفط، مساله المحطات، حتى المسائل الامنيه والقضايا الامنيه هي تدخل في مجال الكهرباء وتحسن واقع الكهرباء. اذ ما تضافرت هذه الجهود ان شاء الله نتامل خير انه يكون هذا الصيف افضل من الصيف السابق. شكرا جزيلا. بعدنا متواصلين وياكم وراح ننتقل ايضا لناخذ اراء مواطنين اخرين، فابقوا معنا. من لحظة قد جاي تجهز منطقتك بالضبط؟ كم ساعة بكم ساعة؟ 12 ساعة باليوم، 12 ساعة تجهيز، 12 ساعة انقطاع، ناهيك عن انه ربع ساعة قبل الوقت يطفوها، ربع ساعة وراء الوقت يشغلوها، فيعني للأمانة انه التوزيع مو مقصرين بالموضوع، بس هي حصة النجف من قبل بغداد جاي تجي قليلة، والنجف يعطوها حصة مال 1,800,000، اليوم النجف 3,500,000، هنا مشكلة كبيرة، هنا عندنا المدينة القديمة لازم تطفى بها الكهرباء، المكانات العمودية ما تطفى بها الكهرباء، فكل هاي تروح من حصص المواطنين اللي مثلي ومثلك، وبالتالي نوصل 10 ساعات 12 ساعة وبالصيف يجوز 8 ساعات أو 6 ساعات فقط تزويد. طبعا هو عادة الكهرباء هي ساعتين بساعتين بالأمور الطبيعية، لكن أكون فد ملاحظة مهمة وكل الشعب العراقي يعرف بها، أنه قريب ما يجي رأس الشهر تمام ويصير تسديد المولدات ممكن تنقطع 4 ساعات، ممكن تنقطع 6 ساعات، وبأوقات وقت الذروة اللي المواطن يحتاج للكهرباء يحتاج للوطني، بهذا الوقت هم أنا أشوفهم يحاربونه، حتى أكو ناس ممكن يروح يسدد مولده، هاي أحكي لك بالشتاء وبالصيف.